هاي، مرة الماضي كان عنا ساينس فير، كل حدا بيحكي عن ساينتفك فينومينون. من بيناتهم سألوني تلاميذ عن اكسبيرمنت تبع الكولرز، بيجيبوا كولرز بحطوهم على ملك وبيجيبوا كوتون سواب بيغطوها بصوب، وأول ما يدقروا هيدي الكوتون سواب بالميكستشر حيبعدوا الكولرز عن بعضهم على هيدا الشكل. هلأ هيدا الاكسبيرمنت بيشبه الاكسبيرمنت تبع البابر على الووتر. كمان لما يحطوا الصوب على البابر أو على الووتر حيبعدوا دايركتلي للبابر. وذات المبدأ بتشتغل عليها سوب بوت. هلأ هيدا بيرجع لشي اسمه مارانجوني افكت، ويلي هو ريزلت اوف ديفرنس سيرفيس تنشن بين الفلويد. شو هي السيرفيس تنشن؟ السيرفيس تنشن عبارة عن تماسك الفلويد مع بعضهم، ويلي تعبر عنها بالباني اكسبيريمنت. قاموا جابوا كوين وصاروا ينقطوا عليه دروبس اوف ووتر، وقبل ما الووتر رانز اوفر ذا ايدج اوف ذا باني بيطلع عنا هيدا الشكل يلي هو على شكل البالون جاي. هلا اذا نطلع على الاتوميك ليفل تبع الووتر دروبلت حنلاقي انه جوات الووتر دروبلت في عندي فورسز، نت فورسز هني زيرو، بينما on the surface عندي resultant force ويلي هي عم تشد towards the center. هذه اسمها intermolecular forces، وهذا الشيء هو اللي بيخلي الwater molecules يتماسكوا مع بعضهم، وهو يلي بيخلق شيء اسمه surface tension. surface tension كمان هو بيخلي small insects يمشوا على surface of water، لهيك أحيانا منلاقي على وجه الماء بيكون في عندي small insects. طبعا في شيء كمان اسمه hydrophobic coating على اللكس تبعهم، يعني هو كمان بيساعد يخلي الانسكتس يمشوا او يوقفوا على وجه الووتر. هلا لنرجع على المارانجوني افكت، سيرفيس تنشن تبع الووتر هي اكبر من السيرفيس تنشن تبع الصوب. لهذا السبب لما حطينا نحن صوب على وجه الووتر دايركتلي حيبعدوا البابر لورا، لانه هن على وجه الووتر والووتر عنده سيرفيس تنشن أكبر من السيرفيس تنشن تبع الصوب. في published paper حكيت عن experiment، قاموا جابوا mixture من alcohol و water، حطوا منه drop على oil bath. هيدي الدروب الكبيرة اللي حطوها صارت تتقسم ل tiny droplets. الالكول يلي على الأدج صار يتبخر أسرع لأنه صاروا عندي smaller droplets. هيدا الشي خلى السنتر يكون فيه الكول أكتر، يعني surface tension تبع السنتر أقل شيء، لأنه surface tension تبع الألكول أقل من تبع الووتر. هذا الديفرنس بالsurface tension يلي نحن بنسميه مارانجوني effect خلى الباترن تمشي من السنتر outwards. المارانجوني effect كمان موجودة بشيء اسمه wine tears أو wine lugs. هلأ الواين هو mixture من water وألكول، والتنين fluids عندهم different properties. الووتر عنده higher surface tension والالكول عنده higher evaporate rate. هلأ كل ما يكون عندنا الكول أكتر كل ما يكون surface tension أقل. example، إذا حطينا drop of pure alcohol بالواين يلي حيصير الواين يلي هو mostly water حيبعد عن الالكول rich area. هيدا الشيء بفعل difference بالسيرفيس تنشن، ويلي هي ذاتها المارانجوني افكت. هلا لنرجع على فكره الواين تيرز ونشوف شو السبب يلي بضل في عنا تيرز كونتينيوسلي. لما نمسك الواين جلاس بايدنا وتتعرض لحراره، او لما ننهز الجلاس، بالمبدا الواين يلي طلع على الداير مفروض يرجع ينزل، بس يلي بيصير انه الالكول يلي على الابر سايد ايفابوريتس لانه الواين بيكون ثنست او لانه بيكون تعرض لحراره. So الواين على التوب بيكون less alcoholic عن الباقيين، يعني بيكون عنده higher surface tension. So it tends to pull the wine to a level، ولما يصير في كمان عندي water أكتر بتصير الجرافيتي أكبر من ال pulling force تبع ال surface tension. So بيرجع بينزلوا هودي الفوق على ال water drops على شكل tears، وهذا الشيء بيضل يتكرر لانه بيكون عندي دائما ديفرنس بالسيرفيس تنشن، وكل ما عندي ديفرنس بالسيرفيس تنشن كل ما عم يضل يعمل بولينج للالكوهول يلي هو عنده اقل سيرفيس تنشن للفوق
ولما يصير بمحل معين الجرافيتي فورس اكبر بترجع بتنزله للنزول، وهذا العمليه بتضل تتكرر. لهذا السبب بضل في عندي تيرز اول ذا تايم. وهيدي كانت فكره المارانجوني افكت. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب تو ماي شانل. باي باي.